نواقض الإسلام لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. يقول الأخ: ما أفضل الشروحات لنواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ لا شك أن كتاب نواقض الإسلام من أنفع الكتب وأهم الكتب، لكن لا بد أن يفهم فهما صحيحا حتى لا ينحرف الإنسان في فهم كلام العلماء. ونواقض الإسلام عليها شروحات كثيرة، منها شرح للشيخ ابن باز رحمه الله، ومنها شرح الشيخ عبد الرزاق البدر، وأنا من الله علي فشرحتها وطبع الكتاب، وهو موجود في السوق، وأرجو أن يكون من أنفع الشروح، لأني استفدت من شروح السابقين وأضفت إلى ذلك بعض الأمور التي يحتاج إليها.